وعلى هامش منتدى الأعمال والاستثمار في قطر والمقام في نيويورك. أشارت نائبة رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات السيدة عائشة الفردان إلى أن مشاركة سيدات الأعمال في المنتدى السادس عالميا تعد الأولى، وأكدت أهمية وجود خطة أمريكا وقطر. والله احنا مشاركين كسيدات اعمال لاول مره في هذا المؤتمر، هو طبعا هذا المؤتمر السادس حاليا، بس احنا هاي اول مشاركه لنا. لم نكن مشاركين في السبيتشز في الحديث يعني، لكن شاركنا بوجودنا، وصراحه كانت مشاركه رائعه. يعني بوجود رابطات سيدات الاعمال اليوم في مثل هذا المؤتمر، الى اي مدى روجتوا ربما لمشاركه المراه القطريه في جميع المشاريع اليوم اللي عم تطرحها قطر؟ طبعا احنا في عندنا موجودين 8 عضوات من اعضاء رابطة سيدات الاعمال، وكل واحدة في عمل مختلف تماما عن الاخرى، فكان في انبهار من الامريكان الى هذا العدد واختلاف الاعمال اللي السيدات داخلة فيها. وتبين الصراحة يعني قطر دخلت يعني سيدات الأعمال في جميع المجالات، ما في مجال باستثناء يعني أو خاص بالرجل، صار يعني حتى المجالات اللي كانت حكرا على الرجل واللي هي تعتبر رجولية أكثر وصعبة صارت المرأة تدخل فيها. إلى أي مدى في تعاون اليوم بين سيدات الأعمال القطريات وأيضا سيدات الأعمال الأمريكيات بحكم وجودكم اليوم؟ هل هناك أي خطة استراتيجية لتطوير هذه العلاقات؟ فعلا في هناك خطة استراتيجية، وأوريدي شفنا كذا شركات جديدة، وبيكون في تعاون اقتصادي قطري أمريكي إن شاء الله قريبا. شو التحديات اللي أنتم بتواجهوها اليوم كسيدات أعمال قطريات وعمل عملية الترويج لكم أيضا خارجيا خارج قطر؟ احنا الحمد لله في قطر عندنا الحرية كاملة والقانون يعني إيكوال للمرأة والرجل في نفس الشيء، فما عندنا رولز مثلا خاصة بالمرأة أو بالرجل، فما عندنا إلا العادات والتقاليد اللي ما زالت تحكم بعض السيدات وتمنعهم من الخروج إلى العمل في بعض المجالات.